الله يا ماما، اكل طعمه تحفة. انتي بتطبخي حلو قوي. اتمنى يا اطفال يكون الاكل عجبكم. انا النهاردة كل عناني في المدرسة يا ماما. انا كسبت في المسابقة يا ماما. واو يا لينا، دي اخبار حلوة قوي. انا كمان عندي اخبار جديدة ليكي. احنا كمان عندنا حاجة عايزين نحكيها لك يا لينا. بجد يا ماما؟ ايه ده يا ماما، هتدوني مصروف اكبر؟ لا يا لينا، مش هنديكي مصروف كبير، بس هيبقى عندك حاجة قريب تلعبي معاها. ايه ده يا مامي، جبتوا كلب؟ لا يا لينا، انتي هيجيلك اخ واخت صغيرين. ايه ده، اخ واخت صغيرين يا ماما؟ ولد ولا بنت؟ هيجيلك اخ صغنون يا لينا. بصي، احنا عندنا صورة ليه وهو لسه في بطني. ايه ده يا ماما، انت عشان كده تخنتي؟ انا كنت فاكرة ده من اكل كريسمس. بصي، الواحد ممكن يشوف شوية راسه بيبي. ايه ده يا ماما، هو ابيض واسود وشكله حمر زي الفول السوداني يا ماما. ممكن هو هيكبر يا لينا. اتمنى كده يا ماما. ايه اللي مش هينفع العب معايا؟ كريس تعالى بسرعة، أنا عايزة أحكي لك حاجة مهمة جدا. إيه يا لينا، في إيه؟ كريس، أنا في حياتي في حاجات كتيرة تتغير. إيه، في حاجة جديدة؟ ممكن نقول كده حاجة أنتي حكيتيلي عنها قبل كده؟ لأ، أنا هيجيلي بيبي صغير. إيه ده، هيجيلك بيبي؟ أنا كنت فاكر بس إن الكبار هما اللي ممكن يجيبوا بيبي. لا مش انا، دي ماما. ماما هي اللي هجيب بيبي، هجيب ولد صغير. واو، ده خبر حلو قوي يا لينا. دي اخبار حلوة قوي يا لينا، لكن انت هتعاني من الموضوع ده افتكر. ايه ده، هعاني منه؟ انا سمعت ان الاطفال بيجيلهم اخوات صغيرين لازم بيعزلوا ويروحوا البدروم. ايه ده، انا كده هتجنن. اكيد ده مش حقيقي، مش هينفع يكون حقيقي. ماما وبابا ما حكوليش كده. ولازم كمان تدي للبيبي الجديد ده كل اللعب بتاعتك. الموضوع ده حكولي فيليب في المدرسة بتاعتنا. ايه ده، دي حاجة مرعبة. لا ما تقولش كده. ماما، انا مش هعزل من اوضتي باي حال من الاحوال، واللعب كلها بتاعتي هتفضل بتاعتي، مش هتروح لاخويا الصغير. في ايه يا لينا، احنا ما عندناش اصلا بدروم. اللعب بتاعتك هتفضل بتاعتك، مين قال ان احنا هناخدها منك يا لينا؟ ماما، انا كريس حكالي وقال لي ان كل الاطفال اللي بيجيلهم اخوات صغيرة لازم يروحوا البدروم ويسيبوا كل لعبهم للبيبي الجديد. لكن ده مش حقيقي يا لينا، فيليب بيقول اي كلام فارغ. اخوكي الجديد هياخد اوضه باباكي اللي كانت المكتب القديم بتاعه، وانتي هتفضلي اوضتك زي ما هي، ما تخافيش، دي حاجه واضحه. شفت يا كريس، انا هديت دلوقتي خالص بعد ما ماما حكيت لي الموضوع وان ده مش صحيح، وان انا مش هروح البدروم ومحدش هياخد اللعب بتاعتي. انا بجد متضايقه من فيليب قوي ان هو بيحكي حاجات كده. لما نروح المدرسه بكره احنا هنوريه في البريك. ازيك يا فيليب، تعالى هنا. الكلام اللي انت قلته ده مش صح وبتاع، وخناقه بقى اتقلبت وايه. عامه يا صحابي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال، واستنى الكومنتات بتاعكم. باي باي.